المقاولين هذا من شان المقاولين العرب وتصبح النتيجة 2-1 عادي فتح ما كتبش خبر وادي الكرة داخل أشتاك بدفع مع الشيطان وعانف هذه اللعبة مرة ثانية وادي البعيدة هيدرش بتاع حاجة مهدي سليمان عشان تكون الهدف الثاني وبيعوض طبعا ركلة الجزاء اللي خطط فيها علي فتحي 2-1 انما حصل انها على طول جاءها قنبلة جعلت السيد وتتخطى الخط الخط ما بين القائمين وتحت العارضة